حبايبي اللي بحبهم وبموت فيهم. بصوا بقى الفيديو ده محتاج منكم لايك حلو لايك جميل، لان بجد كان فيديو جميل قوي هيعجبكم ان شاء الله، ربنا يخليكم ليا. شكرا على الكلام الحلو بتاع امبارح في الكومنتات، ربنا يسعدكم يا رب وعقبال حبايبكم كلكم، يديكم يرضيكم يا حبايب قلبي. وبجد بجد محتاجه لكم لايك حلو وكومنت جميل على الفيديو ده، وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. يلا يا حبايب قلبي بينا على التحدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم يا حبيب قلبي، عاملين يا رب تكونوا بخير. يا رب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى على النبي نكسب الصلاه على النبي. قبل ما نبدا ونقول اي حاجه، ندعي لشهدائنا في فلسطين، ربنا يرحمهم يا رب ويشفي المصابين ويقويهم ويديهم عزيمه على عزيمتهم، امين يا رب العالمين ان شاء الله. حبايب قلبي شكرا جدا على كل الكومنتات الحلوه اللي جت على الفرح، ربنا يسعدكم يا رب ويخليكم، ما نحرمش منكم ابدا. وان شاء الله باذن الله يعني هنروح نبارك له بقى يومين كده ولا حاجه، نروح نبارك له ياخدوا راحتهم يعني. والنهارده بقى والله العظيم النهارده الفيديو ده جامد جامد ومحتاج لايك، يعني لايك يعني لايك لايك جامد. ابدا بقى. بص هو النهارده بقى ايه، قلنا الوقت وبقالنا شويه ما بنعملش فيديو، بنعمل فيديو تقيل كده زي دلوقتي زي الفيديو بتاع النهارده، ولسه طبعا جاي من عند امها، فقلنا نشتري بصراحه. بس جبنا ايه؟ فروحنا اخدنا تشكيله كده يعتبر يعني خدنا 90% من المنيو. فحطينا الاكل قدامكم عشان نوريكم المنيو. ايوه بس سلمى وسيف ما استبروش، خدوا اكلهم. ايوه لان كل واحد مختار الحاجه اللي هو عاوزها. طاجن كوارع، ورق عنب بالكوارع، ورق عنب بالكوارع، ورق عنب باللحمه الستيك، ورق عنب بالكوارع، ودي شوربه الكوارع. شوربه سيده اهي، شرب الكوارع على طول. الله. بس الاكل مش عاوز يبرد، مش عارف هيبان معاك ولا لا. اهي وديت لحمه راس، ولحمه راس وسمين مشكل وكبده والطحنات حلويات يعني كل النهارده حلويات. والاولاد كلوا فراخ ورز، وفي بابا غنوج مش عارف باين معاك ولا لا، بابا غنوج بس شكله خطير. يلا وسلمى وسيب بقى فراخ ورز وملوخيه، هم عاوزين ياكلوا كده. طبقه هندي الاولاد، احنا النهارده قعدنا من غير الاولاد عشان بيتعبنا شويه موضوع الاولاد. خد يا عم سمير، يلا مليان يا بلا بهنا وشفا مع السلامة، والطحينة عندكم. وقعدوا بقى يا رجالة كده ايه جوه وكلوا براحتكم لحد بس ما نخلص. اديني طبقي، اديني عقلك، وده انت الكورة، واديني الفريخ، واديني اللحم. الخشيطة اللي شبطت فيك. بصي بقى نعمل عظمة. طب ما تجيب لي طبق عشان افضي انا كمان. طب خد، طب الطبق ليك بس. هات خديلك عشان انت عرفت تتصحوها للدنيا. اوعى 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 وشك. ابي لكم ما شاء الله الكوارع، بصوا الكوارع واصله فين، يعني الورق انا في قليل بصراحه. اوعى وشك اوعى وشك يابا على الحلويات. الكوارع شايفينها، ده كله كوارع اهو. اوعى وشك على الحلويات. ندلق بتاعنا بقى. سود ايدي، خدي منديل. ايه ده؟ بصراحة اتخانق معاهم. اوعى. لا بصراحة ربنا الراجل ظبطنا. ظبطنا مظبطنا. اوعى. يا سلام على الحلويات. نحط الطواجن الفاضي هنا اهو. اللي عاوز ابدا كده وهو سخن. ماشي ماشي، بس هات لي المنديل. جنبك بكر من هنا وبكر من هنا، اعمل لك ايه تاني؟ علشان بس يا ولاد ايدي باظت خالص. يلا يا احمد بص يا ولادي عشان نبقى ايه، الطاجن اهوت معاه وانا معايا الطاجن، الشغل كله هيبقى على الطاجن. نجيب الملاحه بقى في المحلات يا جماعه بره، بتخلي الملح خفيف وما تديش عليه شطه كتير. الله على الجمال. هات الشطه بالمره. الله يا ولادي، اصبر يا ولادي. خد الشطه خلاص يا احمد كفايه. لا هو ضلع. هتحط الشطه عليها كلها. هات هات حبه ذوق. انا قلت لهم اعملوا الكبده سبايسي ابن الايه، نسي يحط فلفل عليه. انت قلت لهم من غير اي حاجه؟ من غير اي حاجه، اللي هو السمين والكفته والكلام ده ما بحبهاش. الله. خدي. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادوق الورق. الله بسم الله الرحمن الرحيم. بيعدوا قدامك ولا لا؟
ماشي الجندله ما بيعدش الفيديو مش بيعد يبقى انا خلاص رحت في ده. يا احمد شوفه بيعد بيعد يا سكر ما تروشنيش بقى. الرغيف ده كان تحت الطاجن في سلام لو كنا بيه بقى حته لحمه. على فكره انا اول مره اكل ورق عنب بالكوارع بتاعي ما كلتهاش قبل كده. كناش الاكله دي قبل كده ولا طحينه. اوعى وشك بص حته الكارع اهي. ايه دي سودت الله. شربة جميلة. لا اكله بجد ممتاز. وتعالى شوية شطة بعدين. ده الطاجن بتاعي مش بتاعي. يا سلام حط شوية شطة عليها بقى. لا شطة تاني. لا يا حلو يا احمد كده. نشرب ال شوربة الكوارع. ادوني سلاح وصبوني. الله اقسم بالله تحفة. انا بنقي الحتت اللي ايه ما تكونش فيها حتت طرية. على فكرة ده اول مصمص لحمة الراس خطيرة. ما دقتهاش. خد دقة. خد دقة بقى بعيش كده. بص خد دقة. انا عايزة بابا غنوج لحم. هاكل هنا. طب افتح شوية. دي حته الكارع. ايه رايكم يا اولاد؟ تحفه تحفه. الف فن. احمد انا عايزه حته كوارع وتاخد حته لحمه. خد اهو شريحه. خد ادي الحته بس صغننه. كل اللي انت عاوزه الطبق قدامك كله. اوعى توقع الهدوم. اوعى بس انت توقع عليا. طب هات لي حته العظمه دي. هات لي الحته دي. طب ما تاخدي حته كبيره دي اهي. لا خدي. لا خدي والله. لا والله في عظمه كتير. لا في عظمه كتير. ده هتعجبك. انت عايز تكسبني. والله مش قصه مكسب خالص. انا بقول لك عشانك انت. الله بقى غنوم جميل برضه. بسم الله. انا ما كنتش في السمين غير الممبار. ما تجيب الريف والله يا جماعه. لا ما عندك العيش انت ولا هنا. لا عندك انت. ما تجيبوا عيش يا سمين من المفتوح عشان هم عندهم عيش مفتوح. الو حلوه الكوارع سمين. الصلصه اللي عليها دي جميله. هاتوا يا ولاد عيش. يا حبيبتي. الحاجة جايب لنا الرغيفين. طب اللي اداني. ماشي ماشي خلاص خلاص. مش عشان اسامي الكورة عشان ناخد دول الطحينة. لو عايزين حاجة قولوا لنا. ماشي. حاجة دخلتها دي في الكارع دي حلوة. الأكل كله حلو. دول الطحينة. طحينة جامدة. ما تجيب لي حتة كبدة يا احمد كده. المحل ده محترم. تعرفين ليه؟ الطحينة. انا اعرف المحل الكويس من الطحينة بتاعته. الطحينة بتاعته حكاية. عاملة قريبة لطحينة مين بقى لو انت تفتكري؟ دوقي كده وقولي لي. تفتكر انا؟ نفسي.
هو طحينه حد انت قلت عليه كويس، طحينه الصبحي. ورق العنب انا باكل منه مع اني ماليش طول عليه، بس انا ما بحبش ورق العنب عشان المزازه. ده ما فيهوش مزازه. ايوه ما لسه اقول لك، ده ما فيهوش مزازه. وبابا غنوج حلو، تحس له بيتي. الكوارع جميلة. بس مش فاهمة في الملعب. ماليش دعوة، ده غير عقاب. كل واحد على طبقه. كل واحد على طبقه. ماما. الأكلة دي لازم لغوصها. ما تجيب لي مناديل يا حاج. مش عارفة مش هتبطلوا تجيبوا لي مناديل حمام. جايبة لهم مناديل أشكال وألوان جوا. قعدت أدور على مناديل المطبخ، قلت عشان مش هتلزق، ما تلاقيتهاش. لوك كده. الله. خدي خدي هاخد منه حته لحمه. خد لحمه، مش عايزه كويره. حلو بس حلو. خد ما خدتش اصلا مادة كده. ما انا بقولك قدامي اهو. بتنجان دول بتنجان صراحه تتقلي. السلطات حلوه والطحينه بقى نفس الحكايه. لسه ما خدتش انا اهو. يلا هو هتجمل يا ولاد. الحكم ايه معلم؟ الحكم بعد المزاوله. الحكم على ايه بجد؟ انا عمال اسمر برضه حمالين. بسم الله. بس مش هقدر اكل بعيش كامل. بص بتاع المدوره دي جميله قوي، اللي هي المدوره دي. لما قعدتيش على هدومك ما تبقيش انت فرجاله. فوق فوق. وقعت بجد؟ انا شايفها. التخلف ده. هات لابني نقطة ماء معلش عشان بتاع بوظ كده. هات لي نقطة ماء هنا معلش. أنا مش عارفة أعمل إيه في نفسي تاني. لا يا أحمد أنا مش عارفة أفكها. حط لي حتة حبة ماء على المناديل كده هناك في على البتاعة دي في قلب الشنطة. لو ما كنتش أوقع على نفسي مفيش فيديو عدى لما أوقع على نفسي زي الهبلة كده. خدش. عارفة في إيه؟ يمكن عشان الطبلية لازقة فينا يا ولاد. والله عايزة أعمل لكم على طبلية كبيرة. لا الطبليه الكبيره قعدتها رخمه. طب انتوا رايكم ايه؟ نعمل على طبليه كبيره ولا خلينا زي ما احنا؟ هستنى رايكم في الكومنتات. ندوق اللحمه الستيك. بصراحه الاكل ما شاء الله جميل. الحمد لله مش برد. حلوة أول لحمة الستيك. حلوة حلوة يعني. صورة حلوانية.
بعد الاكل ده الحكم جامد قوي. احكم عليك حكم انا، بس لو حكمت حكم هتنفذيه. مش كل واحد يحكم حكم ينفذه. قولي حكمت بايه؟ الله المكسب في ملوخيه ما دولناهاش. ملوخيه بس طلعت ملوخيه ناشفه. ادوب امرك ما طلعتش من الخضره. بسم الله. ملوخيه صعيدي. لا هات الملوخيه لازم ناكل ايه؟ الطحينه خطيره. ملوخيه صعيدي يا جماعه، ملوخيه صعيدي ممتازه جدا وحلاوتها ما بتبقاش بتقرمش. بس احنا مش بنقيم الاكل، بس بجد احنا من المواقف القليله قوي قوي لما نجيب اكل ويعجبنا من بره. بجد احنا على طول بنجيب الاكل مش بيعجبنا، ساعات بناكله وما نتكلمش، وساعات بنقول لكم مش حلو مش عاجبني، بس الاكل لما يكون حلو ندور حق صراحه. موضوع الاطعام يا جماعه بجد ما فيش حاجه، مطعم كبير مطعم صغير. الحاجه الحلوه حتى لو على عربيه في الشارع ما حدش يقدر يقول وحش، انما محل فخم بقى ومكان وجنينه والحاجات دي بيبقى حلو ان انت تاخد حاجه زي كده مريحه، بس طعم الاكل هو اللمسه اللي انت كده كده رايح تاكل بره او هتجيب اكل من بره. المكان هيشدك اه، بس الاكل هو اللي هيعلم. انا حتى لو مهما كان مكان حلو وكبير وكده وكلته ما عجبنيش الاكل، لا مش هجي تاني. زي مطعم كده رحتوا اخر مطعم رحته لو فاكرينه، هذا استحاله اخش اكله في تاني، استحاله استحاله اجيب من عنده اكل تاني. انا ما اكلتش هناك بس روحته، بس استحاله اجيب من عنده. مكان روعه بس الاكل، المكان روعه. انت ما تاكل في عظم ليه؟ المكان حلو. حته العظم بتاع الكوارع جت في قلب المكان حكايه. تحب تقعد هناك بس عشان تقعد تاكل؟ لا. اللي متابعنا حلو هتعرف اخر مطعم جبنا منه مطعم ايه. عملنا فيديو عشان نعرف انت بتتابعونا ولا لا. قولوا في الكومنتات، قولوا في الكومنتات مطعم ايه ولا يقول صح، بس ما تروحوش تشوفوا في القناه مكتوب على طول. لا دوروا بعد شويه. اكل زي ده يعني اكل بيتي، مش اكل مثلا بيتزا او سندوتشات كبده الكلام ده. الو بصوا جميل ما شاء الله الله عليك انت. لا انا كنت جعانه صراحه، كنت جعانه يا جماعه عشان كده اكلت، والاكل حلو فاكلت. بص انا ما بحبش السمين فناكل لحمه الراس، بس اللحمه بس دي لحمه دي سمين. اخر حته في طبقي انا كده مخلصه بايدي كبد تاني للضهمي. انا كسبت. لا كل كبدتين مش انا اخدت مكانهم. انا احنا اتفقنا على الطبق وانا اكلت الطبق قبل. والله هم دول عظمتين بس دي لا دي كوارع. خلاص انا خسرت. سمعني انا خسرت يا ست، انا موافق ان انا خسرت. انت خسرت سمعني كده. خدي بس حته الكوارع دي عشان ما يروحوش في قلب البتاع. انا مش فاكره الحته تاني. دي طعمها جميله قوي، بس الحته دي عجبتني قوي في المسلوق. خلاص انا كوبايه شاي اخضر وشخر. اقسم بالله بابا غنوم حكايه بجد، يعني الواحد مش قادر ياكل
بس ياكل بابا غنوج. من حلاوه الاكل احمد. يعني انا كل ما اجيب اكل من بره برمي اللي فيه ساعات والله، لان ما بقاش عاجبني لو اتفضل حاجه برميها. احنا ساعتها كان الناس ساعتها من الجوع بس تحللي بعدين في البيت ونسخنه، انما الاكل ده مهما قعد هيتسخن. يعني السمين احنا ما لمسناهوش، احنا قلنا ايه نجرب كل حاجه. الله والله يا احمد بقى لا مش هديلك انت تاني ناكل فهماني. عارفه اللي انا عمال ابص لها، انا قلت هتقول لي خد دودي. انا عارفه اللي هو بيبص لها عشان بيحسبني انا هدوقها له، ما انت واكل منها. فين الحكم في كده؟ فين؟ اقم ماتش له حكم. انا قلت هتقول لي الحته دي حلوه دوقها. والله لا ده الحكم بقى يا حبيبي. والله مش بهزر يا جماعه، انا بعرف المطعم النظيف بتاع الحاجات دي، السلطات بتاعته وزود الطحينه. بروح بروح على نفسك بروح. شرقت من حته الفلفل. طب بتتكلم ليه وانت شرقان؟ انا اكلت يا جماعه وخسرت وانا مبسوط، بس زي ما في الريال قالت لكم من المرات القليله جدا 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 اللي نجيب فيها اكل من بره ويبقى تحفه. عشان كده تلاقوني قلت له الفتش عمال بصدق، اصل انا والله ببقى عندي ظروف اليومين دول مش عارفه اعمل لكم حاجه. لا ارن الفلفل طلع من خشيش الفرح. ست احكام. ست احكام؟ يا ابو حكمين، مع حكمين مع حكمين، اختار حكمين او حكمين او حكمين. اول حكمين يا اما تاخد حته السمين دي. لا والبيضه دي، بس البيضه دي لا 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 مش هقول. استنى بس هتاخدها بلحظه طحينه. لا مش عاوزها بحاجه. ماشي. يا اما هتاكل هتلحس هتمسك الطبق دوت وتلحس فيه كده وتشرب معاه طبق الملوخيه، يا اما هدعكلك وشك كله بالطحينه المولعه دي. وهتاخد حته سمين معلقه كوارع. كده هو عقاب واحد اللي هيتعمل. هما كده مننا واحد يبقوا ثلاثه. لا لا انا عوض اللي فات. هو واحد بس. هو فين الست احكام انت قلتيهم؟ انت كده قلت الطحينه وحته السمين. السمين مش عاملها لو حصل. ماشي. والطحينه ايه تاني؟ يا الطحينه يا حته السمين. خلاص ده السمين. لا يا تمسك الطبق تلحسه وتشرب معاه طبق الملوخيه. لا يا تحط طحينه على وشك وتشرب طاجن الكوارع بعد ما برد. انا احط طحينه على وشي واشرب طاجن الكوارع. ماشي بس ما تشربوش كله، خلي حب. لا انا اشرب المعلقه كده كده مش هشرب بالبتاع. يلا فين الطحينه؟ بص يا جماعه احنا هناخد يعني هنستغنى عن معلقه طحينه. هي بدأت ايه؟ هي مش بدأت، هي بردت. لا وديت مدهننا. ايوه بدأت تدهن مش على البروده. انا ممكن مش قاعد اشربها. يو طب ماشي، ما هي بردت يعني دهننت يا جماعه. لا بس في ندي تشيل طبقة الدهن كده من جوه تبقى معموله. انا بس اقسم بالله العلي العظيم الطحينه حرقه مولعه والشطه حمراء هي باينه لو بتشوفوها. اهم شيء ما تجيش حاجه عن معلقه، ما تجيش حاجه على التيشيرت عشان ارجعه. هترجع التيشيرت؟ قولوا لي ايه رايكم في ذوقي؟ قولوا لي ايه رايكم في ذوقي؟ مش باين التيشيرت في الدنيا. التيشيرت ده ما كانش راضي يجيبه. انا جبته له وخصبت عليه ان هو يجيبه البس، ما بقاش يلبس غيره. والله هو كده والله. ده اول لابسه، ما بقتش يلبس غيره. تاني لابسه. والله هو كده، يعني انا اجيب له الحاجه يقول لي لا. لبسته. مش عايزها لا. لبسته ونزلت بيه 10 دقايق وطلعت. لا مش 10 دقايق. رحت المؤتمر. صح؟ ورجعت ونزلت بيه تاني وتالت مره. ما نزلتش بيه تاني والله. بص يا جماعه صلوا على النبي، انا لما بجيب له هدوم على ذوقي عشان لا مش هلبسه، التيشيرت ده مش هلبسه، وعمال يعمل كده في المحل مش هلبسه، يا ابني التيشيرت مش هلبسه. كان في حاجات تانية عجباني بس عملت لي بتاعت ناس عواجيز. بس فمنقي لي بقى ايه هدوم الايق على شعره الابيض. قال ايه ده يا ابني في ايه يا ابني؟ انت لسه ما كملتش ال 40 سنه. على فكره بقت عماله تعيرني بالشعر الابيض. البس كده وتشيك واعمل وانت لسه صغير. احمد بقى يجلف دور الستينيات والسبعينيات والله العظيم. وانا منقله طقم الفرح. لا طقم الفرح 10 10 بصراحه. منقله ده.
ومنقله بنطلون عليه جامد برضو. ده طقم بنطلون كده حلو جميل. يلا يا وليه اعمل لك الهدوم دي. انا اوريهم الهدوم دي، اوريهم ذوقي، اوريهم ذوقي. لا ذوق عشعش. يلا اعمل لك قبه عشان انا مديني حقي. ما قلت لك ده اليوم المناي اللي جبنا فيه الهدوم، ده اليوم اللي سلمى كانت هتضيع فيه، اللي قلت لكم حكيت لكم عليه. بص عماله تحكي على ذوقها في الاخر قلت لك اليوم المناي. لا بص بص براحتك احمد، لا ما تعجيش جامد والله عشان بيفرق في الوش. لا معلش فيه عقابي، سيب نعمل ايش، اعمل اللي انت عايزه. ادهني بس ما تفركيش جامد، ما تقليش ايدك. بص هو لسه حالي ووشه محمر واكل يعني مزنهر يعني الطحينه هتلبت في لا وشه. وبتدعك تحس ان هي ايه لما تقول بتطحنها على وش. تعال ماشي. ايه الحلاوه دي؟ طب خلصي بقى خلاص. ايه الطعم؟ هات المعلقه بس. ادهني اهو ادهني بس. انت قلت ادهني ما تفركيش. دي ما تفركيش. مش تحت. انت عوه دي ماشي. احمد لا قلت لا احمد لا قلت لا متعوض احمد خلاص يا ولية. الحلاوه خلاص بقى مش شعر. لا مش شعر والله، والله لا. ما شعرك والله ما شعرك. استنى بقى عشان تبقى خلاص بقى خلاص اضح يا احمد في خلاص بقى بقى. خلاص بقى عشان والله طب لا في حته بس ناحيه بس ما تكيش امسحش وشك. طب خلاص قدامك دقيقتين. دقيقتين انا انت هتخلي 72 ساعه. استنى اهو اديني اديني ما اكلت والله. شربت شربت لا كلت حته. لا ما كلتش حته. شربت لا كل حته. لا انت قلت تشرب شوربه. لا انت قلت تشرب شوربه. مش هيك تشرب شوربه. لا انت يا عم اتحمري وخلاص. وبعدين عقبين في فيديو ليه؟ انت بقى اعمل بالي انت عايز. انا يا ماشي بس زي ما انا عملت كده اتنين عقبين عقبين في فيديو. يلا يا حبايب قلبي ربي يديكوا الصحه والعافيه. يلا بقى. طيب ماشي استنى لسه شويه. لا هقوم هقوم والله اقسم بالله انا احمرت وش ظهري. لا انا يعني انا احمرت مش شرقه انا مش احمر من البتاع بتشد. يلا البتاع بتشد على وشي. عليها خل وعليها شطه والله. يلا يا حبايب قلبي يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. يحطوا لنا لايك حلو، لايك جميل. التيك توك احمد وفري والفيسبوك احمد وفري. ربنا يخليك ليا. هو شبي سيف ماشيه بالبطيء علشان وشو انا مش بالسريع. يلا يلا يا حبايب قلبي. يلا يا وليه برد سلام. بس بتبرد ازاي؟ يلا السلام عليكم.